أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم لتكملة سلسلة الأوراق المطلوبة يعني خاصة بالتأمين الصحي. معكم محمد أبو قرع. الجميع اللي بيحب يتابعني وحتى يوصل كل شيء يعمل مشاركة، يا ريت الكل يعمل مشاركة ويبلغ الكل يتابع صفحتي حتى يوصل كل شيء جديد. نعود، الأوراق الثبوتية اللازمة عند فقدان بطاقة التأمين الصحي، سواء أنت فقدت التأمين الصحي أو أحد الأفراد العائلة فقد التأمين الصحي أثناء الترحيل، أثناء السفر، أثناء تطالع من البيت كذا، المهم ضاعت منك البطاقة، شو الأوراق المطلوب منك حتى أنت تطلع بدل فاقد؟ أول نقطة، إجباري مش إجباري، ضروري مهمة، حتى تجيب كتاب تغطية من المدرسة ومختوم بختم المدرسة موقع من قبل مدير المدرسة. ثاني نقطة، نموذج التأمين الصحي يجب تعبئته. تعبئة نموذج التأمين الصحي الخاص بالتأمين الصحي، هذا بتحصل عليه من المدرسة أو من سكرتير المدرسة أو من موظف الخدمات بالتربية أو من التأمين الصحي. هذا النقطة هاي على أساس إنه أنت تعبيه، تكسب وقت لما تروح أنت تطلع بدل فاقد من إدارة التأمين الصحي. هون رقم ثلاث، صورة عن دفتر العائلة اللي فيها اسمك، اسم الشخص المشترك وجميع المنتفعين المراد إصدار له بطاقة تأمين صحي بدل فاقد، والرقم الوطني واضح. يعني دفتر العائلة بتصوره اسمك واسم الزوجة واسم الأشخاص المنتفعين كلهم، يكون بشكل واضح. صورة شخصية لكل فرد اللي ضاع بطاقته، طبعا صورة شخصية لكل فرد عمر فوق عمر 3 سنوات، اللي عمره 3 سنوات فما فوق بحاجة لصورة، 3 سنوات فما دون ما هو بحاجة لصورة. للشخص المراد إصدار له بطاقة تأمين صحي بدل فاقد. هلا مثلا أنا ابني ضاعت بطاقته، طبعا أنا بدي أجيب بطاقتي أنا كمعلم مع ضروري نقطة هاي بلاغ شرطة، ضروري جدا جدا جدا. كشف راتب لآخر شهر، كشف الراتب تأخذه من النت، من المدرسة موقع النت أو من التربية أو من الوزارة. هلا بلاغ الشرطة هذا أهم إشي. بلاغ الشرطة باخذ معك الإجراء من أي أقرب مركز أمن إلك، من نص ساعة، ربع ساعة، ساعة، حسب ضغط الشغل عندهم. بتجيب هذا البلاغ مع هذول الأوراق، بتجهزهم وتيجي عند موظف الخدمات في التربية بشؤون الموظفين، بتطبع الكتاب وتوقعه وبتصدره وبتراجع إدارة التأمين الصحي اللي القريبة عليك أي فرع، بتعطيهم الأوراق هاي، بدفعوك مبلغ 3 دنانير عن كل بطاقة مفقودة. ما حدا يعني بتغلب، يعني واحد بيقول طبعا انا بدي اروح اراجع مركز الامن عشان البطاقه هاي، طبعا لازم اجراءاتها سهله، ليست زي الهويه اجراءاتها طويله، لكن بطاقه التامين الصحي ربع ساعه او نص ساعه بالكثير ساعه بعطوك الكتاب البلاغ وتمشي امورك مع هذول الاوراق، تاخذهم بتراجع فيها اداره التامين الصحي، تدفع الرسوم ويعطوك اياها بكل سهوله. الجميع اللي بحب يتابع السلسلة المتعلقة بالأوراق التأمين الصحي يا ريت تبلغوا الجميع يعمل مشاركة ومتابعة لصفحتي. أنا عم بنشر سلسلة أول بأول وكل ما يتعلق بإجراءات التأمين الصحي. شكرا لكم.